بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل مكرونة نجرسكو، مكرونة بالفراخ، الحشوة بتاعتها بالفراخ. شايفين الصينية جميلة ازاي؟ احنا بنقطعها اهو بمنتهى الجمال، ما شاء الله عليها. دلوقتي تعالوا نشوفوا يلا هنعملها ازاي. معنا هنا مية بتغلي، حطينا فيها المكرونة، وطبعا سلق المكرونة كلنا بنعرف نسلق المكرونة، تمام. معنا هنا في طاسة كده قطعة من الزبد، ومعاها من الزبدة، ومعاها يعني معلقتين زيت عشان خاطر طبعا الزبده ما تتحرقش. بعد كده بننزل بالفراخ اللي احنا مقطعينها قطع صغيره، ايوه، وبنعلي عليها النار عشان ايه ما تنزلش ميتها وكده، تمام. بنشوحها كويس قوي قوي، ايوه. وبعد اول ما تدينا اللون الابيض الجميل ده بتدخل في السوا، بنيجي نازلين عليها بالفلفل الاسمر، بالبابريكا، ببهارات الفراخ، بالكركم، ومعانا الملح طبعا، تمام. بنقلبها كويس قوي وهي على النار، واول ما نشم ريحه البهارات بتاعتها ما شاء الله على الريحه، بنيجي نازلين بالفلفل الالوان، فلفل سبايسي، ونقلب كويس خالص. وهي دي الحشوه بتاعتنا اللي احنا بنعملها للمكرونه النجرسكو، تمام. بعد كده ايوه قلبناها اهي ودخلت في السوا اهي، تمام. اول حاجه بنجيب الحله وبنحط فيها كيلو من اللبن، نحط 4 معالق من الدقيق، وقطعه من السمنه او الزبده اللي عندك، فلفل وملح طبعا، وبنحط قطعه من الجبنه الموتزاريلا في البشاميل، تمام. بعد كده خلصنا البشاميل اهو قدامنا، ولا كتل ولا كلاكيع ولا اي حاجه، طالع زي الفل ما شاء الله عليه. بعد كده بنوزعه طبعا على المكرونه كلها كده، بنغطي المكرونه بيه ونقلبها كويس، ايوه، لحد ما يمتزج البشاميل مع المكرونه. وبننزل بعد كده بالحشوه الجميله بتاعتنا، وبنوزعها كويس قوي قوي في الصينيه بتاعتنا او الطاجن على حسب ما انت عايزه وعلى حسب ما انت عملتي. وبعد كده بنحط عليها الجبنه الموتزاريلا، بنغطيها بطبقه من الجبنه الموتزاريلا من فوق، بتديها طعم طبعا، وما فيش حد فينا ما بيحبش الجبنه الموتزاريلا. بنغطيها تماما كده خالص لحد ما نغطي الصينيه كلها. شايفين شكلها وكمالها، شكلها ايه. بعد كده بندخلها في الفرن الاوسط، ما بتاخدش تلت ساعه لان كل حاجه فيها مستويه، وبنقطعها طبعا وبالف هنا وشفا، وهتطلع صينيه في منتهى الجمال من ابسط ما يكون، يعني 10 دقائق ربع ساعه تكوني مخلصه يعني، ولا مواعين ولا اي حاجه.